أود أن أؤكد مرة أخرى بهذه المناسبة الطيبة أننا نسجل بإعجاب شديد بل وباعتزاز أشد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن، حيث خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي عن بكرة أبيها، رجال ونساء، شباب وطلبة، وكهول وشيوخ، في أروع صور تلاحم وتضامن والتفاف الشعب يقول حول جيشه ويهتفون كلهم بصوت واحد وشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى توجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لإنجاح الانتخابات الرئاسية والمساهمة بالتالي في صناعة المستقبل الواعد. فذلكم هو الشعب الجزائري. أود أن أؤكد مرة أخرى بهذه المناسبة الطيبة أننا نسجل بإعجاب شديد بل وباعتزاز أشد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن، حيث خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي عن بكرة أبيها، رجال ونساء، شباب وطلبة، وكهول وشيوخ، في أروع صور تلاحم وتضامن والتفاف. جيشه ويهتفون كلهم بصوت واحد وشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى توجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لإنجاح الانتخابات الرئاسية والمساهمة بالتالي في صناعة المستقبل الواعد. فذلكم هو الشعب الجزائري. الزعيم يلعط على طول. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ، اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى، مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عامل. ما كاش انتخابات، ما كاش انتخابات، ما كاش انتخابات، ما كاش.
يتنحى وكحوا بريشي الحركة اللي ما زالوا فرصة راهي تيشي في القايد والحالو يتنحى وكحوا بريشي الحركة اللي ما زالوا فرصة راهي تيشي في القايد والحالو والبوليتيك خاطئ راح جبت البومة التعليق لحس من جيب تيش شام خوا خوا والقايد صالح مع الخوانة تيش شام نتعامل دوما مع شعبنا بالفعل والعمل وليس بالقول فقط. فالأقوال الصادقة بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي هي تلك التي يتم تجسيدها ميدانيا وواقعيا والتي يلمس المواطنون صدقها ويشعرون بوفائها وإخلاصها. فلا طموحات سياسية لدينا ولا أهداف أخرى غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها، هذا الشعب الذي نفتخر بأننا من صلبه، ونفتخر أيضا بأننا على دراية عميقة وشاملة بتوجهاته المبدئية. هذه التوجهات الشعبية التي كنا دوما نبقى نحافظ حيالها على موقفنا.